السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد وهو بعنوان مشروع الإصلاح والتحديث لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه. في مقرر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر أجا 203 للمستوى الثاني. دعونا معا نستعرض أهداف درسنا لهذا اليوم. الهدف الأول أن يستخلص الطالب المبادئ الوطنية والتطلعات المستقبلية التي أكدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حين توليه مقاليد الحكم. أما الهدف الثاني أن يتعرف الطالب الخطوات التي اتخذها جلالته تمهيدا لمشروعه الحضاري للإصلاح والتحديث مدركا مغزاها ومقدرا أهميتها. أما الهدف الثالث أن يتبين الطالب المشروع الحضاري لجلالة الملك للإصلاح والتحديث من حيث رؤيته ومبادئه وثوابته وغاياته وسماته. الهدف الأخير أن يعتز الطالب بالمشروع الحضاري لجلالة الملك للإصلاح والتحديث مقدراً أهميته. دعونا معاً نقدم مقدمة بسيطة لهذا الدرس. ببصيرة القائد الذي استلهم روح بلده المتجددة ونهج آبائه وأجداده واستوعب متغيرات عصره وتطلعات شعبه، جاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مبشرا بمرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير والتحديث. فما أبرز ما كان في حدث تولي جلالته مقاليد الحكم، وما الخطوات التي مهد بها جلالته لمشروعه الحضاري للإصلاح والتحديث، وما هذا المشروع وما هي سماته؟ أولاً، تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. لدينا النشاط الأول، اقرأ المستند في مدة دقيقتين ثم أجب عن الأسئلة الآتية. إجابة السؤال الأول، مناسبة هذا الخطاب تولي جلالته الحكم لوالده المغفور بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بتاريخ 13 مارس 1999 ميلاديا. السؤال الثاني، استحق الشعب البحريني الوفي من قائده الجديد الشكر والعهد، فعلى ما شكر جلالته الملك شعبه وعلى ما عاهده؟ الإجابة، ما أبداه الشعب من التفاف وولاء صادق في هذا الموقف التاريخي الذي مثل بيعة متجددة في تاريخ التلاحم من الشعب وقيادته في هذا البلد الأمين. السؤال الثالث، ما المبدأ الوطني الذي أعلن جلالة الملك بوضوح أن الجوهر الثابت والمستمر
بين عهد جلالته الزاهر وعهد الراحل والده صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله؟ الإجابة راح تكون عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في اختلاف الأصول والمذاهب، عدم النظر إلا إلى صدق الانتماء الوطني وروح المواطنة الحقة التي تريد الخير للبحرين وأهلها كافة، معاهدة الملك بالبقاء بين الشعب ومعه في كل خطوة ومرحلة في العمل الوطني. وأشار جلالته بقوله: فنحن أقوياء بعون الله معكم وبكم. تولى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم يوم السبت الموافق 6 مارس 1999 ميلاديا، خلفا لوالده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك طبقا للمادة رقم 1 من دستور مملكة البحرين الصادر عام 1973 ميلاديا. ألقى جلالة الملك خطابه الأول وأكد فيه على جانبان: الجانب الأول هو المبادئ الوطنية، والجانب الثاني هو التطلعات المستقبلية. الجانب الأول المبادئ الوطنية، حيث تشتمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، العمل الوطني المشترك، والتواصل بين القيادة والشعب. أما الجانب الآخر التطلعات المستقبلية، تشتمل على مواصلة التطوير الحكومي، برامج التنمية الشاملة، تنويع الاقتصاد لصالح جميع أبناء الوطن. أما الإطار العام لنهج جلالة الملك الوطني والتحديثي، المقصود بالإطار العام هي الصورة العامة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث تشتمل إلى سياسة جامعة لأبناء الوطن كافة على اختلاف الأصول والمذاهب في إطار المواطنة المتساوية والانتماء الوطني الصادق، إرادة واضحة للإصلاح والتحديث تتجاوب مع التطلعات المتجددة للشعب البحريني نحو مستقبل مزدهر للجميع. ثانياً، التمهيد لمشروع الإصلاح والتحديث. لدينا النشاط الثاني: اقرأ المستند في مدة دقيقتين ثم أجب عن الأسئلة الآتية. إجابة النشاط الثاني: السؤال الأول، كيف ينظر جلالة الملك إلى الصحافة؟ تمتلك قوة ربما تكون من قوة إجراءات السلطة، تكون لصالح المزيد من الحرية المسؤولة، على درجة كبيرة من الأهمية في تعزيز وتصويب عملية البناء. السؤال الثاني: ما دور الصحافة من وجهة نظر صاحب الجلالة في عملية الإصلاح والتحديث؟ مراقبة أعمال الدولة، العين الناقدة لكل الأوضاع والمصوبة لها،
تتحرى الدقة في المعلومات والمنطق في التناول؟ السؤال الثالث، ما الإجراءات التي اتخذها جلالة الملك في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؟ لدينا قرارات العفو التي تشمل الموقوفين والمسجونين في جرائم الحق العام والعفو عن عدد من الموجودين من الخارج، إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 1999 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب للمعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 ميلادياً، وأخيراً إصدار الأمر الأميري رقم 24 لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى. الخطوة الأولى إطلاق الحريات العامة، ونعني بها حرية الفكر والتعبير وإعفاء العديد من المساجين والموقوفين. الخطوة الثانية إطلاق حرية الصحافة، كما نعلم بأن الصحافة لها دور كبير في تنمية وتوعية مستوى الفرد. المستوى أو الخطوة الثالثة تعزيز حقوق الإنسان، ونعني بها دعم حقوق الإنسان عن طريق اللي هو توقيع اتفاقيات دولية خاصة في هيئة الأمم المتحدة وإنشاء عدة جمعيات تدعم حقوق الإنسان. الخطوة الرابعة إعادة تشكيل مجلس الشورى، وقد تم إعادة مجلس الشورى من أجل اللي هو توحيد وترسيخ الوحدة الوطنية. إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية، فقد تم إنشاء هذا المجلس الاقتصادي لرفعة وازدهار البلد في مملكة البحرين، وأخيرا إنشاء مجلس الأعلى للقضاء حيث يتم اللي هو ترسيخ العدالة والمساواة في مملكة البحرين. ثالثا، مشروع الإصلاح والتحديث. النشاط الثالث، اقرأ المستند في مدة دقيقتين ثم أجب عن الأسئلة الآتية. إجابة النشاط الثالث. السؤال الأول، ما مقومات القيادة كما توافرت لدى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قائد مشروع الإصلاح والتحديث؟ هناك عدة مقومات لهذه القيادة: القدرة على اكتساب ثقة الشعب وولائه وتوظيفها لخدمة قضايا هذا الشعب ومصالحه. المقوم رقم 2، رجل دولة بأتم معنى الكلمة. وأخيرا، القدرة على التعامل مع مكتسبات الماضي ومتطلبات الحاضر والمستقبل. إجابة السؤال الثاني، رؤية المشروع، رؤية القائد لبحرين المستقبل. لهذا المشروع 4 ملامح: الملمح الأول، واحد للتعايش الإنساني. الملمح الثاني، منارة مشعة بالتحضر والمعرفة في القلب من خليجها العربي الناهض. الملمح الثالث، مركز مالي واقتصادي منفتح وآمن تحكمه القوانين والأنظمة في هذه المنطقة الحيوية من العالم. الملمح الرابع، حلقة استراتيجية لا غنى عنها للدفاع عن استقرار الإقليمي والدولي. ونأتي الآن إلى مشروع جلالة الملك للإصلاح والتحديث. فما هو رؤية هذا المشروع؟ فهي الرؤية الملكية السامية لبحرين المستقبل، بوصفها دولة عصرية تحتضن جميع أبنائها وتتيح لهم فرص حياة كريمة جيدة قائمة على التسامح والتعايش، ومشعة بالعلم والمعرفة، ونشطة بالمال والاقتصاد، ومدافعة عن الاستقرار الإقليمي والدولي. دعونا معا نتعمق أكثر لهذا المشروع. أولا، لدينا الثوابت. ثانيا، المبادئ. ثالثا، الأهداف. ورابعا، السمات. ومن هذه الثوابت المشروع الولاء للبحرين وتمسك بسيادتها واستقلالها ووحدة إقليمها وشعبها. ب، منظومة للقيم والتقاليد العربية والإسلامية الأصيلة. ج، متطلبات التقدم والمشاركة بفاعلية في مسيرة العالم المعاصر. د، الموقع الاستراتيجي للبحرين من منطقة الخليج العربي والعالم. أما المبادئ
حيث تشتمل الوحدة الوطنية، المواطنة المتساوية، العمل الوطني التشاوري المشترك، دال التواصل بين القيادة والشعب وتلاحمهما. وأخيرا الأهداف، والمقصود بهذه الأهداف هي الغايات، غايات هذا المشروع: ألف تعزيز التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، باء توسيع قاعدة مشتركة سياسية، جيم بناء تنمية مستدامة واقتصاد تنافسي، دال تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص لجميع مستويات أفراد المجتمع البحريني. وأخيرا سمات المشروع، ونقصد بهذه السمات هي المميزات أو صفات هذا المشروع الإصلاحي. لدينا أربع سمات: مشروع وطني، مشروع تشاركي، مشروع شامل، مشروع علمي تدرجي. دعونا نعقب على هذه السمات بطريقة مختصرة. مشروع وطني، المقصود بهذا مشروع وطني بأن يجب على الفرد لديه انتماء ومواطنة لمملكة البحرين وللقيادة الرشيدة، حيث هذا المشروع الوطني نابع من الداخل وليس منسوخ من الخارج. مشروع تشاركي، واضح بأن هذا المشروع تشاركي بين الشعب والقيادة. مشروع شامل، ونعني بالشمولية هو اندماج أو يشمل جميع مجالات الحياة في مملكة البحرين: الجانب السياسي، الاقتصادي، الثقافي، الرياضي. ومشروع علمي تدرجي، المقصود به بأن هذا المشروع قابل للتحديث والتغيير حسب تكيف المجتمع وأوضاعهم الدارجة في مملكة البحرين. وثيقة الإطار المرجعي لمشروع جلالة الملك للإصلاح والتحديث، نعلم بأن تم إصدار الميثاق العمل الوطني في عام 2001 في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث جاء هذا الميثاق وثيقة ومصدر وأساس لهذا المشروع الإصلاحي. فحيث يشتمل هذا المشروع فهو وثيقة وطنية تعزز كيان الوطن وتصون ثوابته، وثيقة عهد وشرف بين القيادة والشعب، وثيقة عقد يفوض فيها الشعب قائده ويأتمنه على برنامج للإصلاح والتحديث يحقق الرؤية المنشودة لبحرين المستقبل، وينال بمقتضاها القائد التفويض لقيادته تنفيذ هذا البرنامج وتأييد في سبيل تحقيق أهدافه. وأخيرا وثيقة عمل، حيث تترجم هذا أعمال هذا المشروع إلى واقع ملموس نحو دولة عصرية ومزدهرة. وأخيرا في الختام، وجاء ميثاق العمل الوطني الذي ساقته لجنة وطنية عليا وصوت عليه الشعب البحريني في 14 فبراير 2001، حيث بلغت نسبة التصويت 98.4%، ويمثل وثيقة الإطار المرجعي، ويعتبر ذروة التطور الديمقراطي في البحرين. وقد وصفه حضرة صاحب الجلالة بأنه كان فتحا جديدا في تاريخ البحرين، فكان وثيقة وطن ووثيقة عهد وعقد وعمل من أجل بحرين المستقبل، بوصفها دولة عصرية جامعة ومزدهرة. وفي الختام أتمنى لكم أعزائي الطلبة التوفيق والنجاح.